ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو مستشار سابق بمقاطعة سيدي بريوط عبد الرحمن العبداوي. عبد الرحمن العبداوي، مرحبا بك على أنفاس بريس. شكرا، تنشكر المنبر ديالكم الموقر على هذه الاستضافة. قول لي سي عبد الرحمن، يعني من تولى السيد الوالي الجديد سي مهديال في الدار البيضاء المهام ديالو، يعني بدا بتحرير الملك العمومي، كي جاتك الخدمة ديالو؟ نقول لك بكل صراحة وبكل صدق وأكد على الصدق أن البيضاويين، جميع البيضاويين لأنه غير على المدينة، رحبوا كثيرا بالسيد الوالي بعدا بالمجيء ديالو، وحاليا كيرحبوا كثيرا وتيتمنوا العمل يعني الوطني والعمل الكبير اللي تقوم به في هذه المدينة، وحنا معاه دائما معاه في هذا العمل اللي تقوم به، خصوصا فيما يخص مسألة ديال تحرير الملك العام، وكذلك مكافحة البناء العشوائي وكل ما يشوه الصورة وجمالية هذه المدينة الميتروبول اللي هي مدينة الدار البيضاء. إن كما كنقولوا تحرير الملك العمومي، يعني خص كاين بعض الناس اللي يعني كيقولوا بأنهم ضروريين الناس أصحاب الفراشات البيع والشراية. تماما. يعني خاص يكون بديل السي عبد الرحمن. تماما. شوف نقول لك واحد القضية. هذا المشكل ديال الاحتلال الملك العمومي راه ما كيتعلقش بالمغرب فقط، راه مشكل عالمي. البرازيل اللي كانت نظمت كأس العالم سابقا راه هي كان عندها هذا المشكل هذا، ولكن هذوك الناس كيتعاملوا مع بحال هاد الظواهر بواحد بواحد النظام، بواحد القانون كيسير. حنا مؤخرا في 2021 حتى تحط هذا القانون ديال تنظيم الملك العمومي وتسحب، ما عرفناش لحد الان شنو هو السبب ديالو، ولكن رجعوا للموضوع ديالنا. قلت لي بانه هاد الناس اللي غادي نحيدوا لهم الفراشات وغادي نحيدوا الاحتلال الملك العمومي، فين غنديروا؟ خاص يكون بديل. طبيعة الحال كاين بدائل. السيد الوالي الان انا اقترح عليه اول مره ان الله يجعل ربي يوفقه في العمل ديالو، ان اول عمل يقوم به هو انه يحاول يفعل واحد القانون اللي هو دابا راه كاين، ربما مجموعه ديال الناس او كثير من الناس ما تعرفوش، وهو يسمى قانون التطوع. عندنا متقاعدين عندهم تجربه بغيوا يتطوعوا في خدمه هذا الوطن العزيز، عندنا كذلك مستشارين سابقين متقاعدين بغيوا يخدموا هذا الوطن، هذا يعتمد على هاد الناس ويعتمد كذلك على الطلبه اللي هما حاليا حتى هما عندهم واحد الغير على الوطن، يخدموا كمتطوعين. راه سبق لينا حنا خدمنا في الاحصاء ديال 2014 والعمليه كانت ناجحه، وكنتمنى من الوالي انه يستغل هاد العناصر البشريه اللي عنده ويزيد يعاون بها. حنا راه معاه، بغانا يعني 24 ساعه على 24 ساعه حنا معاه. البديل نعطيك انا مثلا بديل بسيط، وهو كاينين هنا واحد اللوبيات ديال احتلال هاد الاماكن ديال حراسه السيارات، كاين اللي عنده 13 محطه 14 محطه، علاش ما نشوفوش هاد الناس هادو اللي غنحيدوا لهم الفراشات ونعوضوهم بهاد الامكنه ديال الحراسه ديال السيارات، نحيدوا هاد اللوبيات هادو. كاين كذلك اماكن كثيره في اسواق جماعيه، محلات تجاريه، اروقه تجاريه غير مسدوده، ماليها ما كيأديوش عليها، الجامعه خاسره، المداخل ما كايناش، علاش ما يتحلوش هاد الاسواق من جديد وتعاود يعني الشرايين ديالها يبدا من جديد يحيا؟ كاين مثلا نعطيك يعني مثال، يعني كتكلم على الاسواق النموذجيه، كندوي لك على الاسواق اللي تابعه للمقاطعات. نعطيك مثلا على مستوى سيدي بليوط، كانت عندنا سوق اكادير راهو دابا تقريبا شبه خالي، علاش ما يدخلوش ليه الناس الباعة المتجولين يخدموا فيه؟ عندنا سوق بن مراكش كذلك، عندنا سوق مارشي سنترال، عندنا كذلك السوق بن جديه، والناس كيبيعوا على الشارع العمومي، وهذا الشيء راه حنا ما نقبلوش كبيضاويين. وحنا عندنا تجربه اداريه، حنا مستعدين نخدموا بالمجان هذه المدينه، وحنا معاه اللي ما بغاش يخدم معاه الله يعاونه، ولكن حنا مستعدين. شفتي السي عبد الرحمن كما قلت لي بعد الفيديوهات ديال يعني متداوله في عمل صراحه عمل جبار واللي ما تيبغيش، انا كنقول اللي ما تيبغيش هذه الخدمه ديال السيد الوالي انا كنعتبره خائن للوطن. السيد الوالي واحد انسان مواطن وعنده تجربه وسبق ليه دار هذا العمل بمجموعه ديال الجهات، راه كان مسؤول على الشمال، كان مسؤول كذلك على جهه مراكش، كان مسؤول على جهه يعني مجموعه ديال الجهات حتى في الرباط. ما هو الحل؟ الناس البيع والشراي اصحاب الفراشات، البديل المواطنين، الناس ولاد الشعب. او استاذ البديل هو جاي، حنا مقبلين على
على على الدعم الاجتماعي. ها واحد بلاتي واخا ما غير كافي حنا غادي نعاونوا. الانسان تيموت بالجوع، راه كاينين الناس دابا عنده عائلات مساكن ما لاقينش ما ياكلوا. شوف انا كمغربي كنقدر هاد الظرفيه ديال هاد الناس. حنا لا ندافع على العشوائيه، بل يعني حنا مع التقنين ومع البديل. شوف استاذ انا عطيتك بعض البدائل، راه قلتها لك، قلت لك كاينين، نعطيك انا قلت لك ولاو لوبيات في محطه ديال حراسه السيارات، كاين ولاو يعني نقول لك مافيا بهذه العباره. كاين واحد اللي عنده 20 محطه وحط فيها عباد الله، علاش هل حنا ما نجيبوش هذوك؟ واخا كاين اللي غيبغي يمشي انه يولي غارديان، كاين اللي لا، كاين اللي ولف البيع والشراء. مثلا دوك الناس ديال البيع والشراء يعني داروا لهم اسواق نموذجيه، اسواق نموذجيه ما نجحتش لحد الان في نظرك، علاش؟ شوف المشكل ديال الاسواق النموذجيه علاش ما نجحتش، انا نقول لك علاش. خص واحد الصرامه في تطبيق القانون فيما يخص احتلال الملك العمومي، ما نبقاوش نتسامحوا في هذه المسائل، هذه المسائل ما نتسامحوش فيها. الاحتلال الملك العمومي يعتبر غير قانوني، ولذلك انا تيبان لي تطبيق القانون والاسواق النموذجيه حتى هي راه ولات كتعرض لواحد اللوبيات، ولاو كيدخلوا لها ولاو كيبيعوا المحلات واحد الاثمنه خياليه، ولذلك خاص تطبيق القانون. والسيد الوالي راه خاص العمال ديال العمالات ديال المقاطعات وداك الشيء خاصهم يتعاونوا معاه، ما بقاوش مربعين يديهم، لان يد واحده راه ما كتصفقش. كذلك رجال السلطه بما فيهم القياد والبشوات وكذلك اعوان السلطه، كل شيء يديروا يديهم في الوالي وراه العمليه غتنجح. الا داروا يديهم في الوالي راه عنده واحد الخطه وراه معروف، وانا راه تبعته على مستوى الجهات اللي كان فيها. السيد راه كيبغي الوطن ديالو مواطن، وهذوك الناس راه ما يضيعهمش، حتى هو راه مواطن. السيد الوالي راه ماشي انسان، حتى هو راه تيقدر الظروف، تيعرف الظروف الاجتماعيه، ولكن واحد التريوت واحد المهله والامور ان شاء الله غتمشي مزيان. وخصنا نتعاونوا مع السيد الوالي، انا كنركزها سواء المواطن سواء رجال السلطه الاداره الترابيه سواء المنتخبين، تعاونوا. انا اقولها من هذا المنبر، تعاونوا مع السيد الوالي راه بغي الخير لهاد المدينه. وشكرا، السلام عليكم.